الكريم، أيها المتابعون جميعا، متابعي قناة دبي ريسينج، أحييكم بأجمل تحية صباحية مع انطلاقة ثاني أشواط هذا الصباح. شوطنا الثاني وهو شوط خاص باللقاية لبكار المهجنات الأصائل وما يحمله هذا الشوط من أعداد هائلة وشعارات متميزة في هذا العالم الساحر. مع أسبوعنا الثاني مع بداية هذا الموسم ننطلق مع الصدارة، نسير مع بداية هذا الشوط ومع الاندفاع التلقائي الحاضر دائما مع الأمتار الأولى، وفي مسافة ورحلة الأربعة كيلومترات تنطلق هذه الشعارات، تنطلق هذه الأسامي باحثة عن تسجيل نقطة ذهبية ثمينة على أرضية هذا الميدان الصدارة والبداية والمقدمة. وأرى هناك اللي قادة المجموعة، ملوح المنصور بن ناصر بن علي بن سرود المنصوري يأتي بتحديات ملوح، ولكن أرى من الجانب الآخر، من الجانب الآخر أرى التقدم في هذه اللحظات مع مهدي سالم بن مسعود بن ناصر المالكي، يقدم مهدي على مستوى المركز الثاني، المركز الثالث مهدي الأخرى أيضا بشعار يروان بن راشد بن كشيم الشامسي، بينما إذا انطلقنا مع المركز الرابع، مع المركز الرابع مجال لعتيج بن مطر بن حسن القبيسي، الدور دور المركز الخامس، المركز الخامس تصل فعايل لعبد الله بن خليفه بن سالم بن صقعه الغفلي والقدوم على مستوى المركز السادس. نتابع 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 لافيه، مانع بن علي بن محمد بن حماد الشامسي يقدم لافيه مع المركز السادس، سابع الانطلاقات وصفه احمد بن بخيت بن كراز السبوسي، ولكن القدوم ايضا مع شواهين الحميد بن حراب بن حميدان ياتي مع شواهين على مستوى المركز التاسع، عاشر الانطلاقات الظبي بشعار محمد بن سعيد بن حارب العميمي ياتي مع الانطلاق على مستوى المركز العاشر. هذه النتيجة، هذه النتيجة للنداء الاول للعشر المراكز المتقدم، ولكن بنعود مع الصدارة. نتابع نتابع البداية، نتابع المقدمة صدارة هذا الشوط، وأرى هناك اللي تقود المجموعة ملوح منصور بن ناصر بن علي بن سرود الخيلي، أهالي رماحة ينطلقون بناموس هذا الشوط، ولكن المالكي، المالكي أيضا مع المركز الثاني سالم بن مسعود بن ناصر، المالكي مع مهدية، مع مهدية اللي مهدي اللعب، المالكي مع هذا الانطلاق. التحديات ايضا مع المركز الثاني، مع المركز الثاني ارى التقدم مع الظبي على مستوى المركز الثاني لمحمد بن سعيد بن حارب بن سيف العميمي، ياتي على مستوى المركز الثالث رابع المراكز مهديه يروان بن راشد بن قشيم الشامسي. بدت الاوامر مبكره في هذا الشوط، والعميمي العميمي حرك من وقته مع هذا الانطلاق المتميز مع الظبي، مع الظبي ما شاء الله تبارك الله، لوحة الألف والميتين غادرناها، وبن سرود منذ البداية على مقدمة هذا الشوط مع هذا الانطلاق المتميز. ملوح 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 على الصدارة، ولكن أرى هني المالكي القادم، القادم القادم من السلطنة مع هذا التحدي مع مهدية سالم بن مسعود بن ناصر المالكي، ولكن التقدم، التقدم والانطلاق إلى وصفه أحمد بن بخيت بن كراز السبوسي، يأتي مع وصفه، مع وصفه مع المركز الثالث أول أشواط الإبكار المهجنات الأصايل. ونتابع نتابع ملوح اللي صامد، اللي صامد على مقدمة هذا الشوط، ولكن مهدية ما في هدوء، المالكي ما في هدوء، روح
مع اللحظات الأخيرة مع الانطلاق المتميز وملوح صامدة مهدية تتسلل انطلقت بناموس هذا الشوط، ولكن ارصد للقادمة حربة حمد بن سلطان بن درويش المنصوري القادم شعار بن درويش مع المركز الثالث، ولكن مهدية قفلت على مجريات هذا الشوط لتهدي السلامات لهالي السلطنة وهالي الدريز مع هذا الأداء المتميز. باعدت المسافة سلام للماركي سلام بهذا الأداء المتميز. مهدية سالم بن مسعود بن ناصر المالكي من امتلك ناموسي هذا الشوط، سلام للسلطنة بهذا الأداء المتميز. اسعدوا صباحا يا هالي دريز مع هذا الانطلاق الجميل. حرب حمد بن سلطان بن درويش المنصوري مع المركز الثاني، ملوح جاء ثالثا، منصور بن ناصر بن سرود المركز الثالث بشعار سعادة الرابع عفوا بشعار سعادة محمد بن سلطان بن مرخان الكتبي. المركز الخامس تصل ايضا مجال لعتيج بن مطر بن حسن القبيسي. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام لمراكزنا المتقدمة. توقيت الزمني 6:03:06 من الثانية، وتوقيت مهدية تهانينا لسالم بن مسعود بن ناصر المالكي، بينما اللي وصلت مع المركز الثاني هذه بتوقيت زمني مقدارة مشاهدينا متابعينا الكرام 6:04:08 من الثانية. تهانينا لحمد بن سلطان بن درويش المنصوري واللي وصلت مع المركز الثالث. هذه لحظات الوصول 6:07:05 من الثانية، وتوقيت ملوح. تهانينا لمنصور بن ناصر بن علي بن سرود الأخيري.